وقد جاء أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: لوددت، يقول الشافعي، لوددت أن يبث هذا العلم بين الناس ولا ينسب لي منه حرف. إن من أعظم البخل البخل بالعلم. بعض الناس قد يتحصل على فائدة في كتاب أو معلومة وقف عليها، وليس ببدع، العلم موروث، موروث يعني موجود عند من قبلك، لا يمكن أن تأتي بفهم لم يفهمه الأوائل أو بشيء لم يأتي به الأوائل، لكن ربما غاب عن كثير من الناس. فإن بخل به وظن وشح فإنه مسكين، لا يعرف، لا ينقل عنه العلم فيعرف بركته، ويصبح في قلبه حبيسا فتذهب بركته عنه.